أعلن المستثمر القطري الشيخ محمد سلطان الجابر عن توجهه لإقامة مشروع استثماري في منطقة البحر الميت بكلفة تتراوح ما بين 120 إلى 150 مليون دولار واستثمارات أخرى في مجال الطاقة الشمسية. وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور للمستثمر القطري الذي أوضح أن مشروعه الاستثماري عبارة عن مركز علاجي وإعادة التأهيل وفندق من فئة 5 نجوم وآخر من فئة 4 نجوم وشقق فندقية، وأنه تم اختيار البحر الميت بسبب تمتعه بالعناصر الجاذبة للسياحة التي تعززها عوامل الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة. رئيس الوزراء من جانبه رحب بالاستثمار القطري في الأردن مؤكدا استعداد الحكومة لتذليل أي صعوبات تواجهه.